هاي كيفكن؟ معكم جيلبير من صفحة ليبانون هافن. مثل ما قلنا لكم انتم خليكم بالبيت، نحن منفرجيكم جمال لبنان. انا موجود هلا بأرز الباروك على ارتفاع 1460 متر. مثل ما قلت لكم قبل، انا بجي لوحدي، بطلع سيارتي بجي لوحدي بصور وبرجع بنزل على بيتي ومبختلط بحدا. حبيت فرجيكم هيدي الصورة، كتير حلوة. أنا بالأرز الباروك، تساقط ثلج كتير حلو. ومن هالمطرح بالذات حبيت وصل تحية خاصة لكل الأشخاص عم يشتغلوا بالمجال الطبي، للصليب الأحمر، لكل المستشفيات، للممرضات، للحكمة. هن هلأ العسكر يلي عم بحارب الكورونا، هن العسكر المجهول هلأ يلي قاعدين تحت الضغط الجسدي والنفسي طي يصححونا، وهن عم يشتغلوا ونحن عم نكون بالبيت. كمان من هيدا المطرح بالزيت بحب وجه تحية لكل الأمات وقال لهم كل عيد وأنتم بخير، وخليكم بصحتكم وخليكم فوق راسنا. بحب فرجيكم المنظر الحلو. مثل ما قلتكم لكم جيلبير من صفحة ليبانون هافن. أنا هلأ على ارتفاع 1460 متر من أرز البارود باروك. تساقط تلج كتير حلو، منظر كتير كتير حلو. أتمنى هالأزمة تخلص وترجع تقدروا كلكم تجوا على المناطق الحلوة اللي عم فرجيكم إياها. لبنان كتير حلو، بس بدك مين العالم يعرفوا قيمته. دايما بقول بحبك يا لبنان يا وطني الغالي بحبك. في ناس يمكن بتفكر انه واحد قاعد ومكيف وهيك، لا، في الواحد يسافر يعيش نص حياته برات لبنان ويحس حاله ميت برات لبنان. لما يرجع مع كل المصايب اللي نحن فيها بحس حاله عايش. دايما لازم يضل في عنا امل انه راح يتحسن الوضع. مراحل صعبه عم نمرق فيها، بس اكيد مع الصلاة إيماننا بالله، وأكيد إيماننا بلبنان، يرجع لبنان، يرجع مثل ما نحن بدنا إياه، البلد اللي منحبه. بحبك يا لبنان يا وطني الغالي، بحبك. مع لبنان، بتمنى السلام للبنان والصحة لكل شخص مصاب بمرض الكورونا. بليز خليكم بالبيت، إن شاء الله مرحلة وتقطع. نتأكد إنه دايما في إشياء بتصير بتقربنا أكتر من الله، نرجع للقيمة يلي عنا إياها. مرسي لكم.